طريقه قريب، برك بوالديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يصل رحم أمه وأبيه. أذكر واحد كان من طلابي في الكلية، تخرجها يمكن الحين صار لها 10 سنين، لكن أذكر لما كان ذيك الأيام أظن السنة الثالث أو رابع أو كذا. المهم توفي والده، فهو اللي قائم بأمه وخواته، تخرج وتعين وراتبه وكذا يعني قليل، لكن مع ذلك استأجر له دور وحط أمه وخواته ومعتني بأمه كأنه يعتني بعينيه. تزوج وسكن مع زوجته مع أمه، وأمه تسوى عنده عيونه. اتصل بي بعدها يمكن بسنة بعد ما تخرج: وش أخبارك يا شيخ؟ عساك طيب يا شيخ، أنا جمعت لي قرشين. طبعا مسكين راتبه يعني الله يكفيه، ومع ذلك قدر يجمع 1000 و2000 يوفر. قال: ودي أبدأ مشروع، لكن يا شيخ اقترح علي مشروع تجاري. قلت: والله يا ولدي أنا ماني مستشار مالي تتصل بي، الله أني ما أدري، لكن استشر متخصصين. اتصل بي بعد كم يوم قال: يا شيخ أنا عندي مشروع. قلت: ما هو؟ قال: بجانبنا سوق على شارع عام، والمواقف حقت السوق كبيرة جدا، أفكر أني أحط في النص دوار وأحط محل، يصير المحل هذا على مهوب على 4 شوارع، على 10 شوارع، لأنه دائري، والمحلات يا شيخ غالية وأجارها غالي والسوق نشيط. قلت: والله فكرة، كلم صاحب السوق. اتصل على صاحب السوق واتفق وياه، اتفق أنه يبني المحل على حسابه ويقوم بالمحل كاملا، وأجرة المحل يعني هو بيدفع في المحل مثلا تصريح المحل وإنشاءه وكذا 200,000. يقول له: آخذ المحل لمدة 20 سنة ملكي، وبعدها ينتقل إليك يا صاحب السوق. هذا جائز، يعني يصبح كأنما قدم له الأجرة مقدما، هذا جائز شرعا. أنت لو تجي لواحد تقول له: أبني بيتك على حسابي، لكن بسكن فيه أول 5 سنوات، هذا جائز إذا كانت الأجرة معلوفة والتكلفة معروفة أو قريبة من المعرفة. المهم اتفق وياه وكتبوا العقد، وبدأ الرجال يحفر ويشتغل، طلع ترخيص البلدية. ما كمل يمكن 3 أسابيع أو 4، توه ما حط له ولا 20,000 في الشغلة. ويمر يوم من الأيام مندوب لمبيعات إحدى شركات العطور الكبرى، أعجبه الموقع، اتصل بصاحب السوق: نبغى الموقع. قال: والله يا أخي الموقع راح. الموقع كتبت بيني وبين فلان عقد، وهذا رقم تلفونه. اتصل على صاحبي يريد انه يشتري الموقع منه عشان يتنازل لهم بس بالموقع يبيعهم اياه. تدرون يا جماعة اشتراه بكم؟ هو ما دفع فيه الا يمكن 20 ولا 30,000، ويمكن لو يكمل تورط، لانه ما عنده فلوس. يمكن انا اتحراه يتسلف مني كل ما اتصل علي. تدرون يا جماعة باعه بكم؟ باعه ب850,000، حول مليون. يعني لو يقعد 10 سنين يجمعها من وظيفته ما قدر. المهم اتصل بي يشاورني: ابيع ولا ما ابيع؟ قلت: يا رجال بع، بع لو بنص القيمة، هذا رزق هجم عليك من السماء. المهم باع المحل وخذ الشيك وراح وطق له فلة جديدة، خذ له فلة 650,000 ذيك الايام، الفلة الارخص شوي، وبقى عنده 300,000. واتصل بي قال: بشتري سيارة كلفورد. قلت: والله كثرت فلوسك تشتري سيارتي، راح شوف المعارض مليانة. المهم سبحان الله وزانت اموره، ويتصل بي بعدها او انا اتصلت به، قلت: اسمع يا فلان. قال: نعم. قلت: والله انا اعرفك من يوم انك طالب سنة اولى في الكلية، والله لا عطاك الله قيام ليل ولا صيام نهار ولا صدقات، ما يعني انا قاعد افكر وشلون جاك هالرزق ما ادري، لكني والله لا أراه إلا ببرك بهذه العجوز اللي عندك في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قلت له الحديث، قلت: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه. شوف الحديث يقول يبسط، مثل لما يصير عندك مثلا فراش ولا بساط أو زولية وأنت مصفطها، وبعدين يقول لك ابسطها، فتجي تبسطها، فبدل ما هي صايرة متر في متر صارت 10 متر في 10 متر. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب، بدل ما رزقه صغير أنه يزداد، من أحب أن يبسط له في رزقه. ليس هذا فقط، لا،
بل قال وينسأ له في أثره، يطول عمره، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه، رحمه. وأهم شيء، أهم الأرحام وأقربها إليك الأم والأب.